أي مقابل مادي. يخصص ثروة الشاب العشريني جزءاً من وقته لتوصيل مرضى السرطان إلى المستشفيات المختلفة لتلقي العلاج في محاولة منه لتخفيف ولو جزء من أعباء هؤلاء المرضى. دي مبادرة اسمها مبادرة توصيل مرضى السرطان بالمجان، لسه عاملينها من فترة، وعشان نقدر نساعد الناس التعبانة يعني، وحاجة لوجه الله ثواب، وبسبب اللي احنا برضو كنا بنمر بنفس الظروف مع والدي يعني. الحمد لله بدأنا يوميا نوصل حالات على حسب راحة القاهرة وراحة الزقازيق، على حسب ما احنا منسقين معهم مبلغ. جمعية الأرمان واحدة من منظمات المجتمع المدني التي تنشط في تقديم العلاج والاستشارات الطبية لمرضى السرطان مجانا، وخاصة الفقراء، من خلال مراكزها الطبية المنتشرة في مناطق عدة من البلاد. مستشفيات شفاء الأرمان لعلاج الأورام بمدينة الأقصر بصعيد مصر، مستشفى للكبار ومستشفى للأطفال، بنستقبل يوميا من 450 ل 500 مريض ما بين متردد ومريض جديد. بنخدم حوالي 6 محافظات من محافظات الصعيد. قدمنا 2 مليون خدمة علاجية لمرضى السرطان. قدر لمرضى السرطان خوض معركة مع واحد من أكثر أمراض العصر فتكة. السيدة هدى حاصرها المرض والعجز عن سداد تكاليف علاجه، لكن تحديها للقاتل الصامت أكسبها قوة وإصرارا على تخطي تحملها لآلام المرض. من 5 سنين اكتشفت أن أنا مريضة وأن العلاج غالي، فتوجهت لبهية لأن عرفت أن هي بتعالج المريضات مجانا وبتعمل لهم دعم نفسي. وفي مصر لا توجد إحصاءات تعبر عن حجم انتشار المرض، لكن بعض الإحصاءات الأولية تشير إلى أن سرطان الثدي يعد الأكثر انتشارا من بين السرطانات بالنسبة للنساء في مصر، كما يحتل سرطان المثانة المرتبة الأولى بالنسبة للرجال، ويليه سرطان الكبد. لطالما يؤكد الأطباء على دور الدعم النفسي والمعنوي في شفاء مرضى السرطان، ومن هنا نجد مبادرات على مستوى الأفراد وأيضا منظمات المجتمع المدني للتخفيف عن المصابين بالمرض في رحلتهم للحصول على العلاج. مي عدلي، الحرة، القاهرة.